بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن النوع الخامس من أنواع المد التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، ولا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا. بدأنا الحديث عن مد الصلة، وذكرنا أن مد الصلة يتعلق بهاء في لغتنا العربية تسمى بهاء الضمير وتسمى بهاء الكناية. هذه الهاء هي هاء زائدة يكنى بها على المفرد المذكر الغائب، هي هاء زائدة يكنى بها على المفرد المذكر الغائب. لما أقول إنه، فأنا الآن أتحدث مع شخص مخاطب عن شخص آخر غائب، إنه، وهذا الشخص مفرد، لأني لو كنت أتحدث عن شخصين لقلت إنهما، ولو كنت أتحدث عن جماعة لقلت إنهم، يعني هو مفرد وغائب. أيضا هو مذكر وليس بمؤنث، لأني لو كنت أتحدث على مؤنث لقلت إنها. هذه الهاء التي هي هاء الضمير أو هاء الكناية هي هاء زائدة، لأن هذه الهاء يمكن أن نستغني عنها لما نقول مثلا إنه، فأصل الكلمة إن، ألقه أصل الكلمة ألقي، لكن لما نقول مثلا فواكه أو نقول مثلا كلمة فواكه مثلا، الهاء في آخرها هذه هاء ليست زائدة، هي من بنية الكلمة. لذلك علماؤنا لما عرفوا هاء الكناية قالوا هي هاء زائدة يكنى بها على المفرد المذكر الغائب. طبعا الأصل في هذه الهاء أن تبنى على الضم، أصلها أن تبنى على الضم، مثلا له وماله، هذا هو الأصل، الأصل أن تبنى على الضم، لكن إذا سبقت بكسر أو سبقت بياء ساكنة فتكسر حينئذ، يعني هذا هو أصلها. وبالتالي فإن حركتها دائرة بين الضم وبين الكسر، الأصل أن تكون مضمومة، هذا هو الأصل، لكن إذا سبقت بكسرة أو سبقت بياء ساكنة فإنها تكسر حينئذ، وبالتالي حركة هذه الهاء إما أن تكون ضمة وإما أن تكون كسرة. هذه الهاء التي هي هاء الكناية أو هاء الضمير، هذه الهاء كانت العرب تصلها بواو لفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وتصلها بياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة، طبعا لا يمكن أن تكون مفتوحة أبدا. لما نقول نصلها بياء لفظية أو نصلها بواو لفظية يعني نمدها كأن هناك واوا بعدها أو أن هناك ياء بعدها، لكن هذه الهاء وهذه الواو المديتان تكونان في اللفظ فقط ولكنهما لا تكتبا، تكونان في اللفظ فقط. هذه الهاء، وأعني هاء الكناية، يعني لو تأملنا فيها فهي إما أن تكون واقعة بين حرفين ساكنين قبلها ساكن وبعدها ساكن، مثلا وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل، كلمة آتيناه في آخرها هاء، والهاء هنا هي هاء كناية، وهذه الهاء هنا وقعت بين حرفين ساكنين.
قبلها الألف من كلمة وآتيناه، والألف ساكن، وآتيناه الإنجيل، والحرف الذي بعدها ساكن، وهو لام التعريف الساكنة. قد يستغرب بعضكم الآن، يقول الحرف الذي بعدها هو ألف، ألف مفتوحة، الإنجيل أو همزة مفتوحة، وهذه الهمزة هي همزة وصل، الهمزة التي تسبق لام التعريف الساكنة هذه همزة وصل، وهمزة الوصل هي هاء، هي همزة زائدة يؤتى بها للتمكن من النطق بالساكن، وبالتالي هذه الهمزة إذا كانت في وسط الكلام وفي درج الكلام فلا حاجة لنا بها، وهي تسقط في درج الكلام. وآتيناه الإنجيل، بمجرد أن نطقت الهاء المضمومة مباشرة بعدها نطقت اللام الساكنة. لكن لو أردت أن أبدأ بكلمة الإنجيل سأنطق همزة مفتوحة، وهذه الهمزة هي همزة وصل، وأتينا بها فقط لنتمكن من النطق بالساكن الذي هو لام التعريف. الآن هذه الهاء وقعت بين حرفين ساكنين، وآتيناه، وآتيناه الإنجيل بين الألف الساكنة وبين لام التعريف الساكنة. يمكن أن يسبقها حرف متحرك ويليها حرف ساكن، هذه حالة ثانية لهذه الهاء، الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها ساكن. مثلا له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، الهاء هنا من كلمة له، هذه هاء كناية، وهذه الهاء الحرف الذي قبلها مفتوح وهو اللام له، والحرف الذي بعدها ساكن وهو لام التعريف الساكنة، له الملك وله الحمد. هذه الآن وقعت بين حرفين أولاهما ساكن وثانيهما متحرك، أو بالعكس الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ساكن. يمكن أن يكون الحرف الذي قبلها ساكن والحرف الذي بعدها متحرك، مثلا ويخلد فيه مهانا، أو مثلا وإليه المآب، وإليه متاب، مثلا وإليه متاب، فيه مهانة. لاحظوا هذه الكلمة فيه مهانة في آخرها هاء كناية، وهذه الهاء سبقت بياء ساكنة وهي الياء المدية، وبعدها حرف متحرك وهو الميم المضمومة. وإليه متاب، هاء كناية هنا سبقت بياء ساكنة وسبقت بياء مفتوحة، وإليه بياء ساكنة سبقت بياء ساكنة، وبعدها حرف مفتوح وهو الميم، بعد حرف متحرك وإليه متاب. إذا هذه الحالة الثالثة، الحرف الذي قبلها ساكن والحرف الذي بعده متحرك. والحالة الرابعة هي أن تقع بين حرفين متحركين، الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، وهذه اتفق القراء على صلتها، واتفقت العرب قبل هذا على صلتها بواو إذا كانت الهاء مضمومة، وعلى صلتها بياء إذا كانت الهاء مكسورة. وهذا هو حال هذه الهاء، إما أن تكون مضمومة وهذا هو الأصل، وإما أن تكون مكسورة إذا سبقت بكسرة أو سبقت بياء ساكنة. هذه الهاء إذا وقعت بين حرفين متحركين، مثلا كان به بصيرا، كان به بصيرا، لاحظوا أن كلمة به في آخرها هاء كناية وسبقت بحرف متحرك وهو الباء المكسورة، وبعدها حرف متحرك وهو الباء المفتوحة، به بصيرا. أو مثلا إنه على رجعه لقادر، إنه على، هاء كناية وقعت بين فتحة النون وبين فتحة العين، بين حرفين متحركين، إنه على رجعه لقادر، رجعه الهاء في آخرها وقعت بين
كسرة العين وبين فتحة اللام، أي وقعت بين حرفين متحركين. وهذه الهاء التي وقعت بين حرفين متحركين قد أجمعت العرب على صلتها بواو اللفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وبياء اللفظية إذا كانت الهاء مكسورة. طيب، ما علاقة هذا بمد الصلة؟ ما علاقة هذا بمد الصلة الذي أشرحه لكم في هذه الحلقة؟ مد الصلة هو متعلق بهذه الهاء، مد الصلة هو متعلق بهاء الكناية. ومد الصلة ينقسم إلى قسمين، عندنا صلة صغرى وعندنا صلة كبرى. سأوضح لكم إن شاء الله قسمي مد الصلة، لكن بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير، فحياكم الله. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. ما العام شأنه عظيم، حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، لأن حرمة المال الخاص متعلقة بشخص واحد، وحرمة المال العام متعلقة بالأمة كلها. من يأخذ ديناراً أو درهماً من شخص فهو مطالب من ذلك الشخص فقط، ويمكن أن تواتيه الفرصة أن يتحلل منه أو يؤدي عوضه لورثته، فالتخلص منه ممكن. لكن من يتعدى على دينار واحد من أموال المال العام فهو متعد على الأمة كلها، لأن المال مال الأمة كلها، فكيف يمكنه أن يتحلل من الأمة كلها؟ شبه مستحيل. ولذلك المسلم عليه أن يتحرز منه ويتحوط منه ويبتعد عنه قليله وكثيره، وخصوصا المسؤولون، رؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، هؤلاء مطالبون قبل غيرهم بالمحافظة على المال العام. يجب عليهم أن يحافظوا عليه أشد من محافظتهم على مالهم الخاص. الإنسان أن يفرط في دينار واحد من ماله الخاص بإرادته ورغبته لا يفرط، لأن المحاسبة عليه شديدة. سماه القرآن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غلول، معناه هو كبير من الكبائر، فيه وعيد وفيه تحذير شديد. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق. ما فيش أقل من الإبرة، يعني مثال في الصغر. إلا ويأتي يوم القيامة بما غل. كل مسؤول يملك من هذا الأمر شيئا لا يحق له أن يسكت عن هذا، بل يجب فورا أن يشكلوا لجنة للتحري والتحقيق بحيث يوضع الأمر في نصابه. عذاب الله أشد من عذاب أي أحد مخلوق في الدنيا. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرنا قبل الفاصل أن هاء الكناية إذا وقعت بين حرفين متحركين فإن العرب وبالتالي القراء أجمعوا على صلتها بواو اللفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وصلتها بياء اللفظية إذا كانت الهاء مكسورة. طبعا إذا كانت هذه الهاء قبلها ساكن أو بعدها ساكن أو وقعت بين حرفين متحركين لا صلة فيها،
قبلها ساكن وبعدها ساكن مثلا، وآتيناه الإنجيل قبلها ساكن وبعدها متحرك مثلا، وإليه متاب قبلها ساكن وبعدها متحرك مثلا، فيه مهانة قبلها متحرك وبعدها ساكن مثلا، له الملك وله الحمد. هذه لا صلة فيها، يعني الآن هذه من الآن نحن نستثنيها من مد الصلة، لكن إذا وجدنا هاء كناية، الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك، هذه فيها صلة، لكن هذه الصلة هي أحد صلتين أو إحدى أو أحد قسمين، صلة صغرى وصلة كبرى. الصلة الصغرى هو أن يكون الحرف الذي بعد هاء الكناية وهو حرف متحرك طبعا، أن يكون أي حرف من حروف الهجاء غير الهمزة. ننظر إلى الحرف الذي بعد هاء الكناية، إن كان أي حرف من حروف الهجاء عدا الهمزة فهذه الصلة هي صلة صغرى. مثلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله وما كسب. الآن ننظر، ماله في آخرها هاء كناية مضمومة، الحرف الذي قبلها متحرك وهو لام مضمومة، والحرف الذي بعدها متحرك وهو الواو المفتوحة، ماله وما. الآن الحرف الذي بعد هاء الكناية هو واو ليس بهمزة، هذه صلة صغرى. مثلا وأمه وأبيه، وأمه وأبيه، أمه في آخرها هاء كناية قبلها حرف متحرك وبعدها حرف المتحرك، يعني فيها صلة. هذه الصلة هل هي صلة صغرى أم هي صلة كبرى؟ الحرف الذي بعد هاء الكناية هنا حرف غير الهمزة، بالتالي هذه الصلة هي صلة صغرى. الصلة الصغرى تلحق بالمد الطبيعي وتمد بمقدار حركتين، يعني هي من المدود التي نلحقها بالمد الطبيعي وهي تمد بمقدار حركتين. ماله وما كسب، ماله وما كسب. لاحظوا أني وصلت الهاء بواو، وهذه الواو تكون في اللفظ دون الخط. وأمه وأبيه، وأمه وأبي، لاحظوا أني وصلت هاء الكناية المكسورة بياء لفظية. إذا وقع بعد هاء الكناية حرف الهمزة فإن المد هنا يكون صلة كبرى، المد يكون صلة كبرى. مثلا يحسب أن ماله أخلده، ماله أخلده، ماله هاء الكناية هنا وقعت بين حرفين متحركين يعني فيها صلة. هل هي صلة صغرى أم هي صلة كبرى؟ ننظر إلى الحرف الذي بعدها الكناية، الحرف الذي بعدها الكناية همزة، هذا صلة كبرى. ما يحسب أن ماله أخلده، إلى طعامه، إن طعامه، إن طعامه، الهاء هنا وقعت بين حرفين متحركين، قبلها ميم مكسورة وبعدها الهمزة المكسورة. الصلة موجودة، هل هي صلة كبرى أم هي صلة صغرى؟ الحرف الذي بعد هاء الكناية هو همزة، وبالتالي الصلة هنا صلة كبرى. الصلة الكبرى تمد كالمد المنفصل سواء بسواء، يعني إذا كنا نمد المد المنفصل بمقدار حركتين نمد الصلة الكبرى بمقدار حركتين، وإذا كنا نمد الصلة الكبرى بمقدار أربع حركات، أو كنا نمد المد المنفصل بمقدار أربع حركات نمد الصلة الكبرى بمقدار أربع حركات، يعني نمدها كالمد المتصل، كالمد المنفصل، استغفر الله.
المد المنفصل ما هو؟ هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. وذكرت لكم أن المد المنفصل يمد في رواية الإمام قارون رحمه الله تعالى فيما رواه عن شيخه نافع رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمد المد المنفصل بمقدار حركتين أو يمده بمقدار 4 حركات، له فيه القصر وله فيه التوسط. ما قلته عن المد المنفصل أقوله عن الصلة الكبرى. الصلة الكبرى يمكن أن نمدها بمقدار 2 حركات يعني نقصرها، ويمكن أن نمدها بمقدار 4 حركات. مثلا يحسب أن ماله أخلده، هذا 2 حركات. يحسب أن ماله أخلده، هذا 4 حركات. إلى طعامه إن، هذا 2 حركات. إلى طعامه إن، هذه 4 حركات. يمكن أن تمد بمقدار 2 حركات ويمكن أن تمد بمقدار 4 حركات. الآن واضح الأمر، الصلة الكبرى هي صلة هاء الكناية التي يكنى بها على المفرد المذكر الغائب بواو لفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وبياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع هاء الكناية بين حرفين متحركين. إن وقعت بين حرفين ساكنين، أو كان الحرف الذي قبلها ساكن والحرف الذي بعدها متحرك، أو الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها ساكن، هذه لا صلة فيها، لا صلة فيها. لكن إذا وقعت بين حرفين متحركين فهذا محل إجماع، صلتها هي محل إجماع، توصل بواو لفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وتوصل بياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة، والأصل أن تكون هذه الهاء مضمومة إلا إذا سبقت هاء الكناية بكسرة أو سبقت بياء ساكنة. مد الصلة ينقسم إلى قسمين، عندنا صلة صغرى وهي التي ليس فيها بعد الهاء همزة، ليس فيها بعد الهاء همزة، أي حرف من حروف الهجاء باستثناء الهمزة، هذه صلة صغرى، وهذه نمدها بمقدار 2 حركات ونلحقها بالمد الطبيعي. إذا كان بعد الهاء همزة قطع، ننتبه همزة قطع، لا يتوهم بعضكم أن همزة الوصل أيضا إذا وقعت بعد هاء الكناية فهذه يعني فيها مد صلة، لا لا لا، همزة الوصل هذه أصلا هي زائدة، نحن فقط أتينا بها لغرض، فإذا زال هذا الغرض تركناها ولم نعد بحاجة إليها، هذا شرحته كثيرا. إذا وقع بعد هاء الكناية همزة قطع فهذه صلة كبرى، وهذه تمد كالمد المنفصل سواء بسواء، تمد بمقدار 2 حركات يعني تقصر، وتمد بمقدار 4 حركات يعني يتوسط في مدها، هذا في رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى. الآن هذه القاعدة التي ذكرتها لكم هل هي تنطبق على كل هاءات الكناية في القرآن الكريم؟ يعني المصحف من أوله إلى آخره، من الجلدة إلى الجلدة، هل كل هاءات الكناية هي خاضعة لهذه القاعدة التي ذكرتها لكم؟ وأنا طبعا أنقلها على سادتنا العلماء جزاهم الله عنا خير، هل تنطبق على كل هاءات الكناية؟ الجواب لا، هناك استثناءات، وهذه الاستثناءات يعني تختلف من قراءة إلى قراءة، وأنا الآن أريد أن أتحدث عن قراءة صاحبنا قالون رحمه الله تعالى فيما رواه عن شيخه نافع رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام قالون استثنى 9 كلمات
في 13 موضعا في القرآن الكريم، استثنى 9 كلمات في 13 موضعا في القرآن الكريم. أول هذه الكلمات هي كلمة يؤديه إليك، وهذه جاءت في سورة آل عمران في موضعين في نفس الآية، قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآن نتأمل في كلمة يؤديه إليك. هذه الكلمة في آخرها هاء كناية، هاء كناية مكسورة. طيب هذه الهاء هل توصل أم لا؟ ذكرنا أن هاء الكناية إذا وقعت بين حرفين متحركين فإن العرب تصلها بياء أو بواو حسب حركة هذه الهاء. يؤديه الآن الهاء مكسورة ووقعت بين حرفين متحركين، قبلها دال مكسورة وهي الدال الثانية من الدال المشددة، وبعدها همزة قطع مكسورة، يعني وقعت بين حرفين متحركين، لكن هذه الهاء لا توصل، لا يصح أن نقرأها يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا، لا توصل، هذه مستثنى، هذه الكلمة الأولى وجاءت في موضعي آل عمران. الكلمة الثانية كلمة نؤته، وهذه جاءت في 3 مواضع في القرآن الكريم، موضعان منهم في سورة النساء، استغفر الله، هي في سورة آل عمران، موضعان منهم في سورة آل عمران وموضع منهم في سورة الشورى. الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. نلاحظ كلمة نؤته منها، الآن هاء الكناية وقعت بين حرفين متحركين، قبلها حرف متحرك وهو كسرة التاء، وبعدها حرف متحرك وهو كسرة الميم، لكن الإمام قالون رحمه الله لا يصلها، هذه مستثنى. أيضا في بداية سورة الشورى قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، هذه أيضا مستثنى. يعني لفظ نؤته هو من الكلمات 9 ووقعت في 3 مواضع في القرآن الكريم. الكلمة الثالثة والرابعة كلمتا نوله ونصله، وهذه جاءت في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نوله ما تولى قبلها متحرك وبعدها متحرك، ونصله جهنم قبلها متحرك وبعدها متحرك كما هو ظاهر، لكن هذه الهاء من كلمة نوله والهاء من كلمة نصله هي هاءات مستثناة لا صلة فيها. هذه 4 كلمات ذكرتها لكم: يؤديه، نؤته، نوله، نصله. نكتفي بهذا القدر، الكلام ما زال يطول على هاءات الكناية، يعني بصرف النظر حتى على استثناءات صاحبنا قالون رحمه الله تعالى، هناك بعض التنبيهات المهمة المتعلقة بمد الصلة، هذا إن شاء الله أرجئه للحلقة القادمة. الآن نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم، لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد فحياكم الله.
كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ضمن مشروع خدمة العلم وأهله، تعلن مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام عن توفير مؤلفات فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني بأسعار مناسبة للمكتبات وطلبة العلم. للشيخ حفظه الله تعالى مؤلفات عدة، منها مدونة الفقه المالكي وأدلته، فتاوى المرأة المسلمة، العقيدة الإسلامية، العبادات أحكام وأدلة، الأسرة أحكام وأدلة، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وكثير غيرها. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارتنا بمقر مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الكائن بمدينة طرابلس تاجوراء بالقرب من المعهد العالي للعلوم الشرعية، أو من خلال الاتصال بنا عبر الهاتف أو خدمة واتساب على الرقم التالي 0910025967، أو عبر التواصل على صفحة الفيسبوك باسم مطبوعات ومنشورات مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، وكما هي العادة نتلو فيه التلاوة المنهجية، وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 56 بعد المئة إلى الآية 59 بعد المئة من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أجيبه أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أجيبه إن شاء الله إذا كانت لدي إجابة. عندنا في هذه الصفحة قوله تعالى في الآية 56 بعد 100 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي هكذا بفتح الياء كما قرأت في التلاوة المنهجية يقرأ نافع رحمه الله تعالى أما قراءة الجمهور فإنها بالإسكان قال عذابي أصيب وكلهم على رضي الله عنهم ورحمهم كلهم على أصلهم في المد المنفصل نافع هو الذي يقرأ عذابي بالفتح وكذلك أبو جعفر رحمه الله تعالى المدنيان نافع وأبو جعفر يقرآن قال عذابي أصيب به من أشاء أما بقية القراء فكلهم يقرأها بالإسكان وكما ذكرت لكم كلهم على أصله في المد المنفصل معنا من؟ أبو بكر أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبا بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بارك الله فيك يا أبا بكر، ما شاء الله قراءة جيدة. أريد منك أن تنتبه إلى حرف الهاء خاصة إذا وقفت عليه، مثلا وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لما وقفت عليها، أو أم يقولون افتراه، الهاء أيضا إذا وقفت عليها. الهاء أيها المبارك، الهاء هي من أقصى الحلق، من منطقة الوترين الصوتيين، من ذلك المكان يخرج حرفان الهمزة والهاء. الوتران الصوتيان هذا هو شكلهما هكذا، وتر ووتر، وإذا نطقنا الهاء يحصل تقارب شديد بين الوترين الصوتيين، تقارب واحتكاك بين الوترين الصوتيين، يعني يتقاربان كثيرا ولا ينفتحان. إذا حصل يعني تباعد بين الوترين الصوتيين ونطقنا هاء بهذه الكيفية يخرج هواء كثير، لكن إذا حصل تقارب بين الوترين الصوتيين هكذا واحتكاك بينهما صوت الهاء سيكون هكذا هكذا، لا 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 نستنفذ هواء كثيرا إذا نطقنا هذه الهاء. والهاء هذا هو صوتها، هي يحصل فيها تقارب بين الوترين الصوتيين واحتكاك بينهما. علماؤنا يقولون أن الهاء هي حرف احتكاكي، وبالتالي صوتها يكون هكذا إذا وقفنا عليها. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، هذا هو صوتها. أم يقولون افتراه، هذا هو صوتها. ولا نقول افتراه أو لا ريب فيه، يعني نفتح الوتران الصوتيان وبالتالي يعني نخرج هواء كثيرا من غير أن ننطق هاء صحيحة. الهاء يحصل فيها تقارب بين الوترين الصوتيين. في الجملة ما شاء الله قراءتك جيدة يا أبا بكر، أريد منك أن تنتبه إلى حرف الهاء وتنتبه إلى الملاحظات التي ذكرتها لك عن هذا الحرف. من معنا؟ وئام، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا وئام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رقق الراء. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه
هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري قلقل الجيم كل يجري قلقل الجيم لأن الجيم ساكرة. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. حسبك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا وئام، ما شاء الله قراءة جيدة، انتبهي للملاحظات التي ذكرتها لك. معنا متصل آخر، أهلا وسهلا. علي، أهلا وسهلا يا علي، تفضل. أهلا وسهلا يا شيخ. حياك الله. عادل. نعم. حياك الله يا أخي، تفضل. الله يبارك فيك، ونقرأ سورة يا شيخ. تفضل اقرأ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم. أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. من ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أعد الآية أخي عادل لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل فيه. أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاء ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ولا يحيطون ولا يحيطون أعدها هذه ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبك حسبك بارك الله فيك يا أخي عادل. أولا انتبه للآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أيضا في آية الكرسي وهي الآية التي بعدها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك أخي عادل. انتهى وقت الحلقة، لكن قبل أن أنهي الحلقة عندنا كلمة النبي في الآية 57 بعد 100. النبي بالهمز يقرأ نافع، قراءة الجمهور من غير همزة. وقالون وورش على أصلهما في المد المتصل. ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم الخبائث أبو عامر رحمه الله. ويحرم عليهم الخبائث، هذه قراءة أخرى وهي قراءة عندنا حمزة والكسائي ويعقوب الحضرمي وخلف. عليهم
هذه قراءة عليهم، هذه قراءة عليهم الخبائث، هذه قراءة من بقي من القرى، فيها ثلاث قراءات. عندنا كلمة يأمرهم بالمعروف بإسكان الهاء أو باختلاس ضمة الراء يقرأ الدوري رحمه الله عن الإمام أبي عمرو رحمه الله. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تعشيرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته